مرحب بالفنان القدير عزة العلايلي معانا في بوابة اخبار اليوم. اشكرك ربنا يخليك. تكلمنا النهارده عن مشاركتك الجميله في الاحتفال المئوي لجوائز علي مصطفى امين. هتقولي مصطفى امين وعلي امين حاجه كبيره جدا، يعني الواحد يفتكر امجاد الصحافه، امجاد الاخبار، امجاد اخبار اليوم، العظماء اللي تخرجوا تحت ايد مصطفى وعلي امين. وانا ازعم ان انا كنت دائم التردد على الراحل العظيم الاستاذ مصطفى امين، لان لما مات عبد الحليم انا كنت هعمل لا بعديها مع احمد رشدي اللي كان هيخرج لا لعبد الحليم. فالحقيقه الاستاذ مصطفى امين كلف حد اتصل بيا عشان اروح له، فروحت له، كان اول مره اشوفه في اخبار اليوم واقعد معاه. انا ما عندكيش فكره استمتعت ازاي بهذا الرجل وهذا الفكر المتقد المتقدم العصري اللي ما انساش ابدا. وظللت بقى اتردد عليه كل ما يعن لي حاجه او حاجه ابقى متضايق منها في شغلي، يعني اروح ساعات استشيره واقول له استاذ مصطفى، فيقول لي النصيحه المظبوطه. بعد كده بقى رابطتكم صداقه قويه بقى انتوا الاثنين ببعض. اعتقد انا ادعي هذا، بس هو طبعا ربنا يخليه، طبعا ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب ان شاء الله بقدر ما اعطى. يعني شايف مستقبل صحافة أخبار اليوم الفترة الجاية تبقى شكلها عامل إزاي؟ منورة والله، منورة. كفاية عندكم مصطفى حسين وعندكم أحمد رجب وعندكم الناس العظماء، الكتاب العظماء جدا والرسامين الكاريكاتير والتلامذة، تلامذة مصطفى وعلي أمين. لا بسم الله ما شاء الله، يعني أخبار اليوم جريدة يعني نابضة، يعني فيها نبض صح الحقيقة. ومجدي عبد العزيز الصفحة الفنية دي الجميلة، بديع مجدي ده، أنا بحبه جداً.